مرحبا في هذا الفيديو سوف نحل المسألة التالية We have two cars One car is going to the left and one car is going to the right بمعنى أنهم they are approaching each other كما هو واضح في الصورة التالية السيارتان يتحركان with constant velocities where the velocities are given One of them is 40 km per hour and the second velocity is 60 km Per hour. The distance المسافة بينهم في الأصل في البداية معروفة 150 كيلو متر. المطلوب عند أي زمن سيلتقيان ويتصادمان. الآن ما معنى الجسمين يلتقيان؟ هذا معناه أنه الجسمان يلتقيان عندما يكونا في نفس المكان عند نفس الزمان. So two objects meet when they have the same location. at the same time. المسألة ليست صعبة لأنه نحاول أن نفكر كيف سنحل هذه المسألة لنبدأ. الآن هذه هي المسألة كتابة. So two cars are 150 kilometers apart and traveling toward each other. One car is moving at 60 km per hour and the other is moving at 40 km per hour. The question is, in how many hours Will they meet? So the question is asking about the time of meeting. Now, I draw here a simple picture. Car number one is the one on the left moving to the right, and car number two is moving to the left and it is on the right. Velocities are given, so we know the velocities and we know also the total distance between the two cars. واللي هي 150 150 كيلومتر and we want to find at what time they will meet طبعا two velocities are different they are not the same لو كان السرعتين متساويات في المقدار لا استنتجنا أنهم سيلتقيان في الوسط سيكون السؤال سهل جدا ولكن بما أن السيارتين ليس لهم نفس السرعة فإذا سوف كل واحدة ستقطع مسافة مختلفة عن الأخرى لنفترض أنهم سيلتقيان في مكان ما وستكون المسافة التي يقطعها السيارة الأولى نسميها X1 والمسافة التي سوف تقطعها السيارة الثانية نسميها X2 وهنا عندنا X1 plus X2 مفروض تساوي Total Distance which is 150 km السؤال ليس صعب يمكن أن نحله ب... بأقل من دقيقة ولكن أنا أريد أن أناقش المسألة بحذر ولكي نفكر بطريقة السليمة زائد لكي نكتسب مهارة في المصطلحات في فهم المصطلحات. أولاً عندما نستخدم الكلمة velocity velocity is a vector إذا هي vector الآن velocity بما أنها vector فتأخذ إشارة إما positive أو negative فالآن إذا أردت أن أحل هذه المسألة باستخدام مصطلح velocity so I have to be careful about directions فمثلا إذا قلنا V1 إلى اليمين positive so V1 is positive هذا يعني أن V2 is negative so I should put V2 minus 60 km per hour فهذا أحد النقاط التي أنتبه إليها الآن أنا س اتفادى هذا الشيء ولن استخدم velocity. I will use the concept of speed. So what is the speed? Speed is the magnitude of velocity. فمثلا, car number one has a speed of 40 km per hour. Car number two has a speed of 60 km per hour. إذا كما ترون لا توجد إشارة minus. Speed is just the magnitude of velocity which is always positive. So هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية في هذه المسألة velocities are constants فسرعة السيارة الأولى والثانية velocity is constant. الآن if the velocity is constant فهذا يعني أيضاً أن ال speed is constant لأن ال speed هي فقط عبارة عن مقدار الـ velocity. So in this problem velocity is constant and so speed is constant. الآن نقطة مهمة جدا إذا كانت سبيد كونستانت فمعناه أن السبيد هي تساوي الأفريج سبيد، أنت نعرف أن الأفريج سبيد تعريفها هو ديستانس أوفر تايم، هذا الأفريج سبيد، ولكن إذا الجسم يتحرك بكونستانت سبيد، فبالتأكيد السبيد هي نفسها بتكون الأفريج، سو أفريج سبيد ويل بي إكزاكتلي إيكوال تو سبيد، لكن ننتبه لو كان الجسم يتحرك ب different speeds or changing speed فالaverage لن يكون هو نفسه السرعة، واضح؟ لأنه يتغير السرعة. إذن في حالة إذا كانت السرعة constant فإن الـ average speed هي exactly equal to the speed. which is the magnitude of velocity. الان نحن نعلم بان average speed هي عباره عن distance over time ولكن بما انه هي نفس مساويه للسبيد اذا نقول speed is equal to distance over time ومن هذه نستنتج ان distance اذا نقلت time على الجهه الثانيه هو عباره عن speed multiplied by time. So that's a very important step حتى اذا هذه النقاط هي physics really ويجب ان ينتبه الطالب الى هذه المصطلحات وماذا تعني. الآن سنحل المسألة ببساطة التوتال ديستانس هي 150 كيلومتر تساوي الديستانس التي سوف تقطعها السيارة الأولى اللي هي 40 تايمز تي سبيد تايمز تايم زائد المسافة والديستانس التي سوف تقطعها السيارة الثانية 60 تايمز تي طبعا الآن عندما يلتقيان سيلتقيان عند نفس الزمن إذا تي از ذا سيم فأنا وضعت التايم نفسه لأن هذا معنى يلتقيان الان هذه معادله سهله جدا 40 t بلس 60 t هو 100 t نقسم على 100 و we will find the answer. ننتبه الان فقط الى اليونتس. الان التوتال ديستانس از جيفن ان كيلومتر. velocities او الـ speeds في المساله معطى بيونتس اوف كيلومتر بير اور. الان نلاحظ أن الكيلومتر ويل كانسل وتبقى الوحده هي اور. الجواب سيكون 1.5 اور. إذا السيارتان سوف يلتقيان بعد زمن مقداره اور. هذا حل المسألة إذا المسألة سهلة الآن هناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة ومن الجيد دائما أن أي طالب يحاول أن يبحث عن أكثر من طريقة لحل هذه المسألة الآن سأعطيكم طريقة أخرى سريعة لحل هذه المسألة لنعود إلى الشكل الآن هنا السيارة الأولى والثانية يتحركان الاثنين طبعا من الذي من يقول أنهم يتحركان لابد أن يكون هناك مراقب شخص على الشارع موجود وهو ينظر إلى السيارتين ويراهم يتحركان بهذه السرعة الآن لنأخذ الشخص الذي يراقب المراقب هو في داخل السيارة رقم واحد يعني الدرايفر السائق في سيارة رقم واحد هو الذي سيقوم بالحسابات الآن الشخص الموجود في السيارة رقم واحد سيعتقد أنه هو at rest is not moving لن يعتقد بأنه يتحرك لكنه عندما ينظر إلى السيارة رقم اثنين سوف يرى أنها تقترب منه بسرعة كبيرة وسيرى السرعة هي مجموع السرعتين يعني. اللي نسميها هذه نسميها relative velocity سيرى أن السيارة الثانية تتحرك بسرعة مقدارها 40 plus 60 which is 100 km per hour إذن بالنسبة للدرايفر نمبر 1

من هذه ببساطة سنستنتج ما هو الزمن من العلاقة أنه speed equal distance over time we know the distance we know the speed we solve it very easy and time you will find نفس الشيء نفس الجواب 1.5 hour إذا هذه طريقة ثانية سريعة طبعا لو كان السؤال معطينا نفس السرعة للسيارتين فالإجابة حتى ستكون أبسط من ذلك و آ... يعني بغض النظر الآن ما هي الأرقام التي يعطيها السؤال، فالفكرة أتمنى أن تكون واضحة للجميع كيف نحل هذه المسألة، وسأراكم في فيديو آخر